هنا على مستوى نقطة بيع الكتاب المدرسي بشارع زيغولد يوسف بالعاصمة. كل الظروف جهزت لضمان استقبال أحسن للراغبين في اقتناء الكتب. إجراءات جديدة تم اعتمادها لتفادي الطوابير، لا سيما خلال الأيام الأولى من الدخول المدرسي. فيما يخص صناديق الدفع، تم تزويدنا بثلاث صناديق إضافية راهي في البرمجة إن شاء الله. هذا لضمان راحة المواطن أثناء الدخول المدرسي. وفرة الكتاب المدرسي لمختلف الأطوار واستقرار أسعاره، ذلك ما لمسناه على مستوى نقاط البيع المعتمدة من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. الكتاب المدرسي متوفر، احنا في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية سخر كل مجهودات البشرية والمادية باش ننجحوا الدخول المدرسي إن شاء الله. عندنا نقاط البيع تاعنا مفتوحين على العام، والكتابات متوفرين فيهم على العام. وفيما يخص الأسعار، الأسعار ما تبدلتش. بالنسبة لوفرة الكتاب، يعني راه متوفر، عندنا جميع الأطوار في ثلاثة، وعندنا جميع الشعوب في الأطوار الثالث يعني الثانوية بجميع اختصاصات الشعوب تاعو. أولياء التلاميذ عبروا عن ارتياحهم لعدم رفع أسعار الكتب ولتوفير ظروف ملائمة لاقتنائها. لا الأسعار أنا نشوف فيها جد معقول، يعني أنا شتاء الرابعة متوسط كانوا خصيني سبع كتب، شريتهم ب 138 ألف، يعني سعر جد معقول. النقطة هذه احنا دائما نشرو منها، النقطة هذه من حيث الأسعار ما من الجودة تاع الكتاب، والحمد لله ما لقينا حتى مشكل هنا. لا بون شونس سيك ما كاش غاشي، الحمد لله يا ربي. مام ديسبونيبيليتي تاع كتابات، أنا عندي ثلاث دراري يقراو، أعطاهم لي كامل، ما خص حتى كتاب، ما يخص لي بري جاب لي ربي، ما تبدلوش من العام اللي فات لهذا العام. تهيئة الظروف المناسبة لبيع الكتب المدرسية عبر نقاط معتمدة وبأسعار مقننة سيسهل على التلاميذ وأوليائهم دون شك اقتناء الكتب في أحسن الظروف.